يا هلا فيكم من جديد. بعد المشاركة الأولى للمرأة السعودية في الانتخابات البلدية هذا العام كناخبة ومرشحة، أشارت دراسة صادرة عن مركز أسبار للدراسات والبحوث عن أن نسبة مرتفعة من عينة الدراسة التي أجريت عليها لا يؤيدون مشاركة المرأة في التصويت في الانتخابات البلدية بما نسبته تقارب 59%، في حين بلغت نسبة الذين يؤيدون ذلك قرابة 20%، فيما بلغت نسبة الذين يؤيدونها إلى حد ما 13%. للحديث حول هذه الدراسة ونتائجها ينضم معنا في الاستديو الدكتور عبد الرحمن العناد مدير إدارة البحوث في مركز أسبار، كذلك يلتحق بنا من استديوهاتنا في جدة الكاتبة السعودية تماضر اليامي. دكتور عبد الرحمن، أنتم من قمتم بهذه الدراسة ويعطيكم العافية في أسبار، دائما تعطونا دراسات فعلا يعني نوعية، يعني قد تكون هل هي مفاجئة النتيجة، بمعنى أنه توقعنا على أقل تقدير ما تكون النسبة العظمى غير مؤيدة أم أنها كانت متوقعة؟ دعني بسم الله الرحمن الرحيم أولا أبدأ وأشكرك على الاستضافة. خليني أوضح نقطتين أو ثلاث نقاطين حول الموضوع. أولا لأن جاءنا استفسارات كثيرة عن هذه الدراسة بالذات. الأول هو أن مركز أسبار مركز بحثي يعتمد على المنهجية العلمية، ونتائج الدراسات لا تعبر بالضرورة عن رأي القيمين على المركز أو حتى الباحثين. هذا البحث يعني شارك في عمله 8 باحثين عدا المراجعين والمحكمين، أجري في 13 منطقة من مناطق المملكة بعينات متى كانت قبل قبل عدد من السنوات. كان الهدف هو تقويم هذه التجربة الجميلة، تجربة الانتخابات في المملكة، نشوف رأي الناس فيها. أخذنا نصف العينة ممن شاركوا في الانتخابات والنصف الآخر ممن لم يشاركوا. أيضا كنا نحاول نعرف اللي ما شارك ليش ما شارك، واللي شارك وش الدوافع اللي شارك فيها. فهذه نقطة مهمة يعني أن نوضحها يعني للناس، أنها يعني نحن لا نلوي عنق النتائج كي تتفق مع أهواءنا. فيما يتعلق في التوقع، أنا أتوقع أنها نتيجة يعني تعكس الواقع إلى حد كبير. طب لو جريت دراسة الآن ونحن في زحمة والله الانتخابات، توقع تتغير الإحصاءات والأرقام؟ والله لا أتوقع، أنا شخصيا لا أتوقع أنها تختلف كثيرا. لأن شوف، في من الدعم الشعبي لهذا الموضوع، هذا الموضوع حساس شوية، ولا أعتقد يعني حتى لو تغيرت الأرقام التوجه العام لا يتغير. يعني التوجه العام الشعبي ما أعتقد أنه يتقبل هذه الفكرة، لكن علينا يعني أن نؤكد أن مسألة المشاركة السياسية ومشاركة المرأة قرار تاريخي يعني عملها الملك عبد الله رحمه الله عليه، ومثل هذا القرار يعني صنع تاريخ، وصنع تاريخ مهم، وأوقف يعني نافذة كبيرة كانت يعني للانتقادات الموجهة للمملكة. الأمر الثاني أن مثل هذه الحقوق كالمشاركة السياسية ينبغي أن لا تخضع للاستفتاء. يعني ليس من حق الرأي العام حرمان الناس من حقوق، كما أنه ليس من حق الرأي العام فرض المشاركة، بمعنى أن ليس مجبرا أي شخص رجلا كان أو امرأة المشاركة، فهي حق لك، حق الاختيار أن تشارك أو لا تشارك، كما أنك لا تستطيع أن تفرض على الناس المشاركة، ليس من حقك أيضا أن تمنعهم من المشاركة. جميل. من هذا المنطلق يعني شوف، في مسائل المرأة أنا ماني متفائل كثير، يمكن تكون ربما تكون نتائج يعني أنا بسألك وبكمل معك ليش أنت متفائل، لكن خلينا نروح لجدة لأستاذ تماضر. أستاذ تماضر، هل تتفقين مع هالدراسة اللي أشارت إلى حد ما إلى رفض ربما شعبوي لعضوية المرأة ومشاركتها في المجالس البلدية؟ أول شيء بالنسبة للدراسة، يعني بغض النظر يعني ما في شيء اسمه أتفق معها أو لا، هي دراسة وضعت وطلعت بنتائج، ونتائجها الصراحة يعني ماني متفاجئة منها، لأنه حسب ما ذكر الدكتور عبد الرحمن أنه نص المشاركين كانوا رجال شاركوا في الانتخابات، ونصهم كانوا أيضا رجال. كلهم رجال، مش كلهم رجال، العينة كلها رجال. بالضبط،
بالضبط أنا هذا اللي بقوله. نصفهم شاركوا في الانتخابات السابقة ونصف الآخر لم يشارك. جميل تفضل. صحيح. فأنا أشوف أنه لو لو تنعاد الدراسة الآن هو يقول ما حتختلف نتائجها. لا طبعا حتختلف لو أنه كان في الدراسة تشمل عنصر النساء اللي هم أصلا حيشاركوا. فالدراسة يعني في العينة الصراحة اللي تناولتها أنا أشوفها شوية قاصرة ولا تمثل المجتمع السعودي كامل علشان أقول نتائجها هي الرأي العام السعودي. هذا أولا. ثانيا بالنسبة أنت لو تشوف أنا قرأت عن الدراسة وجدت أنه حتى الأسباب اللي أبدوها الرافضين أو غير المؤيدين لمشاركة المرأة 69% منهم اللي هي النسبة الأكبر يرون أنها مخالفة شرعية رغم أنه يعني ما في أي سند أو نص شرعي يمنع مخالفة المرأة. المرأة كانت تبايع أيام الرسول فماني فاهمة يعني هي مخالفة شرعية على أي أساس. 63% يرون أن المرأة لا علاقة لها بعمل المجلس البلدي. طبعا ما لها علاقة لأنه عمرها ما دخلت في المجلس ولا يعني ما تم إعطائها الفرصة أنها تشارك في الأعمال البلدية. فطبيعي أنه المجتمع يكون متعود وماخذ انطباع أنه المرأة لا علاقة لها بالمجلس البلدي. فهذا سبب يعني هذه الاثنين السببين اللي كانت يعني حصلت على أكثر الأصوات في الدراسة. فأنا طيب. أشوفها يعني حتى الأسباب غير مقنعة عشان نقتنع بنتيجة الدراسة. طيب خلينا نشوف تعليق الدكتور عبد الرحمن على الجزئيات اللي ذكرتها تماظر. مثلاً لماذا غاب العنصر النسائي؟ أنا أقدر يعني وجهة نظر الأستاذة بالابنها تماظر وتحياتي لوالدها الكريم زميلنا السابق في مجلس الشورى مهندس عبد الرحمن اليامي. يعني أقدر موقفها كامرأة لكن من ناحية البحثية ومن ناحية العلمية ترى بصراحة هذه النتيجة. يعني أنا يؤسفني هذا أن هذا هو التوجه العام يعني وأعرف الناس اللي حوالينا يعني كم نسبة اللي رافضين بس وراكم يعني ما شملتم المرأة النساء في العينة لأنها في العينة. لم تكن مشاركة في الجولة الماضية يعني حنا هي تقويم للتجربة فلم تكن المرأة مشاركة ربما لكن صدقوني قد تتفاجؤون. شوف لا تفعلون كثير يعني ان النساء سيعيد المشاركة في الانتخابات ربما ان الرجال يؤيدون اكثر من دافع عن حقوق المرأة رجال ليس في المملكة فقط وانما حتى يعني في الدول الغربية يعني تاريخ حقوق المرأة اكثر نشطين فيها اكثر هم رجال. ايضا ابغى اوضح يعني انا لا اتفق طبعا مع الاسباب اللي ذكروها المبحوثين يعني هذه الاسباب اللي هي مثلا المخالفه للمخالفات الشرعيه او ما اليه لكن ترى في شيئين في رفض للمشاركه المراه كناخبه وهذه نسبتها اقل حوالي 58% وفي رفض لمشاركتها كعضوه في المجلس البلدي وهذه النسبه 72% اكثر في الرفض لمشاركتها عضوه في المجلس البلدي جاءت المخالفات الشرعية في الدرجة الأولى فهو أنا أتوقع أنها المسألة اختلاط في تصور الناس أتوقع أنه ما اختلاط ورغم أنه قالوا وفق الضوابط مشاركتها في الانتخاب كمقترعة أو مرشحة أو مصوتة ما جت المخالفات الشرعية في البداية جت المخالفة للأعراف والتقاليد يعني لاحظتوا النتائج اختلفت شوية بس هي تغير ترتيب الأسباب. طيب تماظر أنت لك تجربة سابقة كيف تقيمون هالتجربة يعني دخول المرأة في الانتخابات البلدية حنا حتى يعني يمكن حنا الآن في وسط موجة يعني حملات انتخابية للمرشحين والمرشحات كذلك يعني أبرز الصعوبات اللي واجهتك أو ترين تواجه المرأة في هالتجربة في الدورة الانتخابية؟ والله كان في صعوبات كثيرة يعني ومتوقعة الصراحة مع أني توقعت أنها تكون أقل من ذلك ولأن الموضوع أخذ يعني طول وأخذ يعني حتى تأجل كذا مرة فأنا قلت خلاص التأجيل هذا حيجي بعده يعني مشروع منظم ومرتب وناجح لكن للأسف العوائق كانت كثيرة منها أول خطوة في الطريق تصديق العمدة على السكن موقع السكن يعني الشعب كله ما يعرف مين العمدة
ولا أحد يعرف مين عمدة الحي، ولا إيش اسمه، ولا فين موقعه، ولا إيش صلاحياته، ولا إيش يعمل. يعني أنا هذه يعني ما هو رأي شخصي، يعني كل اللي حولي كانوا يسألوني إيش يعني عمدة، فين العمدة، إيش يسوي، كيف نلقاه. وللأسف لما في الأخير يعني حصلنا على معلومة إنه هتلقوا معلومات العمدة على موقع الأمانة، تدخل على موقع الأمانة وجدت أنه اسم العمدة ورقم العمدة وموقع العمدة كلها ما هي محدثة وقديمة. وكل ما أتصل على عمدة يقول لي لا أنا تغيرت، أنا رحت المنطقة الفلانية، لا هذا رقم القديم، لا الموقع تغير. طب أقل ما كان يجب أنه تحدثوا موقع الأمانة بالمعلومات اللي أنتوا طالبينها وحطينها كيعني كمستند رئيسي، هذا كبداية، أو أنه تستعيضوا بطريقة أفضل وأسهل على الناخب بالعنوان الوطني، يدخل أونلاين على الإنترنت في بيته بالجي بي أس مفتوح، الواي فاي مفتوح، يحدد الموقع السكن ويطبع ورقة أونلاين من العنوان الوطني، هذه تثبت سكن يعني أفضل من العمدة. لأنه أنا شو أقول لك، لما رحت للعمدة في الأخير بعد ما لفيت السبع لفات ووصلت لمكتب العمدة بكل بساطة قال لي أنت فين ساكنة، سألني سؤال فين ساكنة، قلت له حي الفلاني، قام معبى النموذج قدامي وختم على الورقة ووقعها. طب ايش الاثبات، انت كيف تأكدت انه انا ساكنة في الحي الفلاني، كيف عرفت ايش طيب ايش الاضافة. طيب هذه صعوبة او هذه يمكن يعني كانت من العقبات اللي واجهتكم، هل في بعد عقبات اخرى ربما تتعلق في مدى تقبل؟ هناك طبعا تصريح. تفضلي. تفضل. التصريح، اي تصريح؟ الحملة الانتخابية. تصريح الحملة طبعا هذا حكاية ثانية، يعني البنات رايحين جايين، واحدة راحت 15 مرة للأمانة علشان ذا التصريح، كل ما طلعت ورجعت يتصلوا عليها يقولوا لها ارجعي ناقصك ورقة، ارجعي لازم تحددي ايش حتقولي بالضبط، العبارات اللي حتقوليها في الحملة، المقاسات، اللوحات الإعلانية، المواقع اللي حتحطيها فيها بالضبط، الوقت من الساعة كم للساعة كم، يعني كانت. وطبعا نحط في لك صعوبات المواصلات، الواحدة مننا أصلا ما تسوق، وعلشان توصل للمشوار هذا من يوديها ومن يجيبها، فعشان يرجعوها 10 إلى 15 مرة، يعني هذه طيب من بالغ الصعوبات. منع استخدام الواتساب والرسائل النصية. طيب للحملات يعني الآن أنا طيب لو حطيت أكمل معاك على العقبات ممكن اللي تشوفينها قد تواجه المرة، بس أستاذنك وأستاذنا الدكتور عبد الرحمن في مقطع أبغى نشوفه احنا والمشاهدين، ثم بعد ذلك بيكم تعلقون على المقطع. خلونا نشوف المقطع. غسل دايم مرفوع ورا العليا. عاش عاش عاش، ما في عندنا حريم للترشيح، ما في عندنا حريم للترشيح، ما في عندنا حريم للترشيح. ايش رايك؟ يعني هذا مما يؤسف له. طبعا هذا لا يمثل يعني لا يمثل الأغلبية، خاصة ان يعني وصل الى مرحلة التخريب في 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 عملية يعني محاربة او الممانعة عن مشاركة المرأة في الانتخابات. لكن توجد نسبة من المجتمع رافضة، يعني لازم نقر بهذا الشيء. إذا سمحت لي يعني أعلق على صعوبات التسجيل. حنا الحمد لله مرينا في هذه الصعوبات قبل 10 سنوات في الدورة الأولى في 26 هجري، والنساء ما مروا فيها إلا هالمرة. إثبات الإقامة، حنا كنا نستخدم فاتورة الكهرباء فكانت سهلة، يمكن لأن حنا رجال وفواتير الكهرباء بأسماء الرجال وكانت تمشي الأمور. فهذه الأمر الثاني فيما يتعلق بضوابط الحملات، أنا ملاحظ أنها مرة يعني ضيقوها. والسبب ترى له يعني أعتقد أن كان الدورة الأولى إذا تذكرون كان في مبالغات كبيرة في الحملات. صحيح. لم يكن هناك ضوابط. بعضهم كان يحط وأنشئت مخيمات ونحرت الإبل والعشيات والأمسيات الشعرية والدعاء، حتى الدعاء المشايخ بيد والقمر بيد، وحتى المشايخ والدعاء جابوهم في مخيمات، وصار في بهرجة إعلامية مبالغة، واحد يوعد الناس بأشياء خيالية يعني فعلا.
بناء على التجربة الأولى والتبذير اللي صار فيها في الحملات الإعلامية حصلت هذه الضوابط إلى حد ما، بس ضيقوها شوية يعني بزيادة. ضيقوها بزيادة نعم، يعني مثلا صور المرشحين والمرشحات أعتقد أنها يعني ما أعتقد أنها أي شيء يمنع منها، خاصة في وسائل التواصل وما إليه، لأني أعرف أن بعض المرشحين شالوا صورهم حتى من تويتر، يعني هذا مو معقول يعني مو معقول يعني. فنأمل إن شاء الله أنها يعيدنا، لكن شوفوا يعني خلونا نقول إن نحن نعيش تجربة بصراحة، إحنا ندخل التاريخ يوم السبت القادم، يوم السبت القادم 1/3 يوم الاقتراع موعدنا في المراكز الانتخابية، ستصنع المرأة تاريخا، وهي الأوريدي صنعت. أنا متفاجئ أن نحو 1000 امرأة مرشحة على مستوى المملكة من 7000 اللي سجلوا، 6000 ذكور، حوالي 1979 كذا امرأة يمثلون 14%. هذه خطوة جبارة. المرشحات في منطقة كالقصيم تعادل عدد أو تقارب العدد المرشحات في مدينة جدة، وهذه هذه مسألة ترى يا أخوان يعني مسألة مهمة جدا، وتنبئ عن أن إن شاء الله مقبلين على مستقبل جميل إن شاء الله لصالح المرأة في المملكة. طيب الأستاذ تماضر، تعليقك على المقطع اللي عرضناه قبل قليل، وهذا يدعوني لسؤال آخر، هل تتوقعين أنه يعني الدراسة تقول مش يعني نسبة الرفض هي أكبر، هل توقعين قد نصل لمرحلة أن يصير فعلا يعني في نسبة قبول وتقبل كذلك لفكرة تكون المرأة يعني عضو في المجلس البلدي أو غيرها من يعني الأجهزة اللي قد تشارك فيها المرأة؟ بالنسبة للمقطع يعني متوقع، أنت في مجتمع تقريبا ثلثينه محافظ، ثلث محافظ من ناحية شرعية والثلث الآخر محافظ من ناحية عادات وتقاليد، ويمكن الثلث اللي يعني متنور ومتفتح ومتقبل لمشاركة المرأة في المجتمع في جميع المجالات. لكن أنا أقول لو يقع عقاب رادع ويؤخذ موضوع الفيديو والمشارك في تمزيق حملة المرشحة يؤخذ بجدية ويتم توقيع مخالفة عليه شديدة وصارمة لردع غيره، يعني نكون شاكرين حتى لا يعني يتمادى المعارضون والرافضين لمشاركة المرأة في يعني في خيم نسائية، في خيم للخيم للحملات النسائية. طيب هذا بكرة يروح يدخل على الخيمة ولا يأذي النساء ولا يعني ممكن يتمادى وغيره يتمادى لو نفذ بما فعل. طيب إلى الأمام أبا نظرة مستقبلية إيه؟ نعم أنا أشوف أنه حيعتاد المجتمع دخول المرأة في الانتخابات البلدية والمشاركة السياسية كما اعتاد دخولها في التعليم وكما اعتاد دخولها في العمل سوق العمل واعتاد دخولها في مجلس الشورى وفي كافة المجالات. يعني مجتمعنا محافظ إلى نسبة كبيرة ويعني يحاول أنه يقاوم التغيير بكل ما أوتي من قوة، وثم مع الوقت يعتاد على هذا التغيير ويجد مسألة أخرى يقاوم فيها. ربما بعد الانتخابات يطفو على السطح موضوع قيادة المرأة ويجد المجتمع ما يقاومه من جديد. شكرا لك تماضر. دكتور أخيرا نفس السؤال، نظرة مستقبلية، هل تتوقع أنه فعلا لو سويت الدراسة إن شاء الله بعد فترة قد تتغير أو يتغير مستوى تقبل المجتمع والرأي العام لمشاركة المرأة؟ والله يشوف الأماني أنا أتمنى أنه يحدث تغير وتحسن. المملكة يعني منذ تأسيسها وهي يعني تقود يعني حركة إصلاحية في المجتمع، وفي الغالب القرارات الحاسمة والتغييرية جاءت من السلطة من أعلى ولم تكن مؤيدة من الواقع، سواء بالتعليم أو دخول التلفزيون أو القنوات الفضائية أو حتى الجوال أبو كاميرا. يعني عانينا معاناة حتى يحدث، فالقرار والإرادة السياسية مهمة في المسائل السياسية، وهذا قد يحدث مع الوقت كما كان زمان مثلا في معارضة التعليم، الآن التأييد تام، فقد يحدث التغيير ما لم يكن في هذا الجانب. أحيانا يحدث انتكاسة، حنا حدث عندنا انتكاسة للمحافظة أكثر
خلال فترة الصحوة، خلال فترة معينة كنا متفتحين أكثر، وكان التلفزيون في وضع أفضل، وكانت المرأة في أشياء كثيرة، وتراجعنا. فآمل أن نمشي للأمام يعني، وأن يعني فعلا يكون الشعب على درجة من المسؤولية وعلى قدر تطلعات القيادة اللي تحاول أنها تطور من هذا المجتمع. وكما ذكرت نقفل أبواب كثيرة، كما في حقوق الإنسان وحقوق المرأة ومشاركتها، نقفل أبواب كبيرة يأتينا منها نقد من الخارج. شكرا لك دكتور عبد الرحمن العناد، مدير إدارة البحوث في مركز أسبار. شكرا كذلك لضيفتنا من جدة الكاتبة السعودية تماضر اليامي. ما زلنا معكم مشاهدينا الكرام، فاصل قصير وبعد الفاصل لنعود.